خاصها مزعج ياك بغيتو تنا مصداق الكرسي ها هو كيتجا هاي ما كاينش ما كاينش الصوص ما كاينش الصوص وهذا الشيء طبعا بهاد هادو الكروشي هاد التقشيرات اللي درنا للكرسي صافي ما كيبقاش يصدر الصوت نهائيا ما غيبقاش عندكم مشاكل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم شهر رمضان مبروك عليكم ان شاء الله الله يدخلوا بالصحه والسلامه وزياده الرزق والصحه الصحه ونجاح وليدات وان شاء الله يتقبل منا ربي الصيام والقيام ان شاء الله يا رب قلنا غادي نديروا هذوك التقشرات اللي غادي يحيدوا عندنا مشكله ديال الصداع ديال الكراسه كيفاش غادي نبداو اول شيء غادي نبداو هكايا غادي نديرو واحد سميتو سيركل ماجيك سيركل هي دائره سحريه فوالا غادي تشدو هكايا الصفه ديالكم ها هو الطرف الصغير هكا وغتشدو ديرو هكا جوج صباع تلويو عليهم الخيط وتلويو عاوتاني هكا تلويو الخيط وتلويو عاوتاني وحده القدام هكا وحده القدام وحده شويه اللور صافي تلوي وهنا قطعتها بصباعي هنايا هكا شتي انا قطعتها بصباعي عاد شدوا الكروشي ديالكم غتخشيوه هكا مقلوب السنه ديالو لتحت غتخشيو مقلوب وغتشمشيو لهاد الاولى وتجبدوها منين جبدوها هكا دابا ملي غتقبطوه لوي الكروشي لويوه لويوه ملي غادي نلويوه غنجيو نديرو الخيط بحال هكا ونخرجوا هاد العوينه فوالا حنا دابا خرجناها دابا عندنا لو سيركل ماجيك علاش كيعيطوا له دائره سحريه حيت هي كتقدر تكبرها صغرها وتقدر تكبرها شحال ما بغيتي ملي كتكون تخدم اذا هذا سميت سيركل ماجيك ولا دائره سحريه هذه عندي الشوفه دابا رقيقه كنخدمها بكروشي رقم 3 شنو غادي نديرو فيها غنديرو فيها 6 ديال غرز الحشو سي ماي سيغي هاي الغرز الحشو كيفاش كنديرو هي كنخشيو الكروشي هكا من التحت وتنجبدو الخيط ونتنيو الخيط نعاودلو الخيط ونجبدوه ونخرجو دوك العوينات بجوجها وحده دابا انا عندي اون ماي سيغي شفتوها هاي اون ماي سيغي دابا غنديرو جوج ثلاثه اربعه خمسه ستة ديال غرز الحشو هما ستة صافي شتي دابا الكروشي شحال هذا كبير ياك غادي تشد هاد الخيط هكا وتجبد عتجبد غتبقى تجبدو هكا بشويه صافي ها هي تسد هذا ديالك كيتسد اذا وكتجي العين الاولى شحال عندنا هانت واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ها ستة كتجي لهاد السادسه هادي وكتخشي فيها هكايا كتشد هادوك الجناب ديالها بجوج هاك لازم كنحاول نديرها المهم كتخشي فيها هكا الكروشي ديالك كتخشي وكتلوي الخيط وكتخرج ما كتخدمهاش غير كتجبدها كتسمى ماي كولي ولا غرزه المنزلقه وكتجبدي الخيط ديالك غادي نديرو داك الساعات عين واحد السلسله هذيك السلسله ملي غادي ديروها الا عندكم بحال هاد الفيليل كان بها غادي تخشيوه هكا وتسدو تعلموها هذيك الغرزه هي كنزيدو ما غنبقاوش نخدموها حيت الا بقينا نخدموها تبقى توسع لينا هذيك هاد القشره ديالنا خصنا ما نزيدوهاش غادي نبقاو نقصوها داير داكشي كنعلموها الا كنت المهم من بعد راه كاع ما غتحتاجي تعلمها الا وليتي تعرفيها غير بالشوفه الا ما عندكش هاد الفيليل كيمكن لك تستعملي هادوك الفيليلات الشعر الكحلين الصغيور اللي كانوا عندنا ديريه يمكن لك تخشي غير فيليل داك طرومبون كتعرفوا الطرومبون هما داك اللي كنخشيو نشدو بهم الوراق كاينين اونكولا كاينين غير الحديد كتخشي طرومبون غير كيفاش تعلميها ولا ديري غير فيليل دحوايج غير فيليل دحوايج عنده داك الراس غادي تخشى لك في الصفه شويه غادي يعد المهم اي حاجه باش تعلميها وصافي باش ما تكلفلكش ودابا غادي نشدو الاخرين لهاد العيون اللي بقاو لينا هاد السته كل وحده غنديروا فيها جوج طلعين اشنو راش من عيون غادي نخدموا غنخدموا نصف عمود نصف عمود قلنا شنو كنديروا كنلويو الخيط كنديروا وكنجيو للعين هكا كنخشيو فيها وكنجبدو عاوتاني هذه عما ولاو عندي ثلاثه
وكنخرج هذوك ثلاثه في مره. انا درت وحده دونك خصني نزيد وحده اخرى، ها هي عاوتاني وكنخرج. شتي غنجي للاخرى عاوتاني، هي غندير فيها غرزه نصف عمود. نصف عمود راه حنا شفناه، راه حنا راني درت واحد الفيديو على نصف عمود، دابا نخلي لكم لو ليان الرابط ديالها في الفوق ديال هنايا، غدوز بيضه كتكون مكتوبه فيها نصف عمود اللي بغات تمشي تتعلم ليها. ولكن هي راه ساهله، هي كتشدي الخيط هكا كتلويه وكتخشي في العين وكتجبدي وكتعاود ثاني تلوي الخيط وتخرجي دوك الثلاثه. دابا انا درت جوج عاوتاني جوج، دابا حتى هاد العين غندير فيها جوج اخرين. حنا في الاول كانوا عندنا سته، اذا خص يكون عندنا 12. ولا بغيتوا حتى تقلوا لا فيديو وسميتوا تشوفوها ما تزربش غير بشويه، راه كاين في الى عندك البورطابل، انا ما عرفتش في لورديناتور واش فيه، في البورطابل كتكون واحد البلاصه فيها ثلاثه النقيطات، شي لا فيديو والفوق ديالها في الجنب ديالها بحال هنا غادي تلقاو ثلاثه النقيطات. هذوك ثلاثه النقيطات ملي كديري عليهم تكليكي عليهم غتلقاي شي حاجه سميتها فيتاس، المهم ماقلتش فيتاس. هذيك لا فيتاس كاينه 100% هي النورمال، كتكون مكتوبه نورمال، كاينه 75 كاينه 50 كاينه 25. قد ما انت صغرتي العدد بحال دابا درتي 75 غادي تقل شويه، 55 غتقل نص، الى 25 غتولي ثقيله باش تشوفي الحركه متقله بحال هكا، فهمتوا؟ دونك اي فيديو يكون هكا ديال الاشغال يمكن لكم ديروه. دونك دابا هنايا درت غير وحده، غنزيد وحده اخرى غرزه العمود، غادي نديرو قلنا كل وحده فيها وحده هكا حتى كنكمل الدائره ديالتي. هذا الخيط هذا راه كيمكن لينا نتمو غادي نبيه وكنخدموه نخبيوه مع الخدمه ما يبقاش يبان. ها بحال دابا انايا هانتوما شتو فين حطيتو هنايا مع هذا، وغادير ما غيبقاش يبان من بعد. صافي دابا حنايا هانتوما حسبنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. انا كملت هادو. شتي هاد العين هادي دابا اللي فيها الكروشي، انا ان فيها هاد الفيلين انا غنحيدو، يعني حيدتو، ها هي ما غاديش نخدمها. غنجي لهادي، غنجي لهادي اللي حداها وغنخشي فيها الكروشي ونجبد هاد العين ونجبد عاوتاني. هادي سميتها منزلق. دابا ها هي عندنا 12 جوج 4 6 8 10 12 عين. دابا عاوتاني غادي ندير واحد السلسله، دائما هاد السلسله ما كنخدموهاش، عرفت؟ حيت الى بقيتو تخدموها غتبقاو تزادوا لكم العيون، ما يبقاوش عندكم 12، غادي يوليو كثر. اذا هذه كتشديها دائما كديري فيها شي حاجه باش تعلميها، لان مبتدئه غادي ما تعرفيهاش تشوفيها، ما تعقليش عليها. اذا ها هي دونك عندنا كنا 2 4 6 8 10 12. اذا انا غنجي لهنا لهادي وغندير دابا عندي 12 عين، ولكن ما غاديش نزيد. دابا غادي نخدم 12، كل وحده غندير فيها وحده، كل وحده غندير فيها غرزه عمود. شتي كل وحده غرزه العمود، ها هو العمل. دابا غادي يبدا يتجمع، ما غيبقاش مسطح، غادي يبدا يتدور، حيت راه حنايا العدد هو هو. ها نتوما شتي، ها شوف في يدي كيفاش كولا كيدير، ما بقاش مسرح. اي صوفه شاطت عندكم ما بغيتوهاش ولا هذا، راه يمكن لكم ديروا بها. هاي شتي كيفاش كيدير، شفتوا العام كيفاش كيتجمع، كل وحده فيها وحده، كل وحده كندير فيها غرزه عمود. انا وصلت دابا ثاني حدا هاد الفيليب، ما غاديش نديك العين نخدمها، ما غاديش نخدمها، غادي نمشي لهادي غنخليها وغنمشي لهاديك اللي حداها تما فين غنخشي الكروشي ديالي وندير المنزلقه. المنزلقه راه حتى هي وريتها لكم ديجا عندنا في الدروس السابقه.
اذا دابا عاوتاني شتي دابا منين دار لكم هكا، الا جاكم هكا تخدموه ماشي مريح غتقلبيه بحال هكا، غتقلبيه وتبقاي تخدمي باش كتجيك الخدمه برا. اذا عاوتاني غندير هكا يا نزيد وحده ونخدم، نعاود نخدم كل وحده فيها وحده، كل وحده فيها نصف عمود. شتا صافي. اذا انا غنجي لهذه، ها هي يا هذه اللي كانت صافي ما اللي حداها غنجي نخدمها، ها هي يا نصف عمود غنبقى نخدم كل وحده، كل وحده كندير فيها وحده. هذا الخيط الدخلاني هذا الصغير كيمكن لكم تمو غادي وانتم كتهزوه، بحال دابا ملي كتجي تهزي هكا كديري هكا، انت غادا كنتي كتهزيه مع الخدمه وكيدخل، اولا لا بغيتي لويه في الاخر وخليه لداخل ماشي مشكله، حيت غادي تخشى تحت رجل الكرسي حتى هو غادي يزيد بحال لا يزيد ينقص من الصوت، ولا هانت بحال هكا دابا ما يبقاش يبان من حيت حنا غادي نطلعوا شي شويه هاد القشره، ولا غتشدي الابره غتقلبي هذه وتشدي الابره وتخبيه لداخل في وسط الخدمه، اي طريقه عجبتك غادي ديريها. هاي غادي نكملوا هكا، شحال دابا درنا من السطر؟ ها انتم شوف شحال، واحد جوج، دابا راني خدامه في السطر الثالث. هكا غادي نمشيو وغادي نخدمو واحد جوج ثلاثة، غنزيدو ثلاثة سطور اخرين، غادي نخدمو ستة سطورة، يمكن لكم ديرو كتر لان سميتو على حسب الكرسي. بغيتي الا درتي انت كل ما كان شي شوية طويلة كل ما تخشات ما بقاش تخرج ما طيحش بالزربة، وزيدون هنا بدينا بستة لان الصوفة رقيقة، الا كانت عندك الصوفة غليظة وخدمتي بكروشي غليظ ماشي ضروري ديري ستة، يمكن لك تبداي بربعة دلعيون، ديري الدائرة السحرية وديري فيها ربعة غرز الحشو وتخدمي هادوك الربعة غدوبليهم، غديري جوج 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 في السطر الثاني وغادي يوليو عندك 8 وداك 8 كطلعي بهم. المهم كانوا عندك الكرسي عندك صوفه رقيقه ورجل كبيره يمكن لك ديري 8 يمكن لك ديري على حسب. شوفي انت دابا غادي تجربي هادشي راه ما تياخذش بزاف الوقت، 10 دقائق ما كاملاش غادي تخدميها بالزربه وغادي تصاوبي وحده وتجربيها وتشوفي داك الساعه انت عينك ميزانك. المهم الطريقه انك كديري في الاول الدائره السحريه كديري فيها واحد العدد ديال العيون غرز الحشو، ومن بعد كطلعي. ها حنا درنا هنايا غرزة العمود نصف عمود، يمكن لكم ديروا غرزة الحشو وتبقى طلعوا بغرزة الحشو كدوروا بغرزة الحشو ماشي مشكلة، غير هي غرزة العمود شي شوية عالية، أما غرزة الحشو راها كتجي صغيرة سكيفي. بحال دابا حنا غنديروا غير ستة بغرزة الحشو، خصك ديري 8 مثلا باش تجيك يلا قد هكايا وتجيك مزيانة. المهم هادشي دابا غادي نخليكم غادي تكملوا ستة تاع السطورة، ستة تاع الدورات، ستة ديال الدورات، تردوا البال هذه كما قلت لكم وغادي تكتبوا تخدموا كل وحده خص يكون عندك ديما 12 عين سميتو في الدائره ديالك ونطلقوا من بعد. صافي حنا انا كملت 6، 1 2 3 4 5 6، يمكن لكم ديروا اكثر ماشي مشكله. دابا ها هي الاولى غادي ندير ديك سميتها السلسله اللي كنعلمها باش ما كنخدمهاش، وغادي ندير هاد السطر ما غاديش ندير غرزه عمود، غادي ندير ما غاديش ندير غرزه عمود الاول الخيط، غندير غير غرزه حشو في الاخر. هاي غندير هكا شي غرزه الحشو غير كنخشيو الكروشي ونلوي ونجبدو عاوتاني الاول الخيط ونخرجو هادوك الجوج. خاصكم تشوفوا الدروس السابقه باش تعرفوا الفرق ما بين الغرزه المنزلقه ما بين غرزه الحشو ما بين نصف عمود ولا عمود، هذوك الدروس اساسيه خاص ضروري تعرفوا. اذا هذا السطر حنا غادي نكملوه كله، هذا هو السطر الاخير غادي نكملوه كامل غرزه حشو. ها هي عندك هذا شويه الصوفه شويه الوقت، غادي يهنيك واحد الصداع زعما انا كيعصبني شتي، واخا حتى الكبار راهم كيجروا الكراسه، انا هي ملي كيحرقني راسي ملي بهذاك. صافي دابا حنايا وصلنا للاخر، ها هي هذه الاخيره صافي. اذا هنا هذه ما غاديش تخدم، غادي نجي اللي حداها هذيك اللي كنت دايره فيها الفيلي غنجي اللي حداها وغادا ندير منزلقه. ها هي صافي هكا، وغادي نخرج الصوفه ديالي غتجر هكا تخرج ديالي ها هي، وغادي نخرجها هذاك الشيء ديال الطرس شفتها، غادي تجري الخيط صافي تحس باش تقطعيه كتجري بحال كتعقدي
هيا قطعي هاد الخيط بالمقص كيف ما قلت. هانتي ها هي دابا ها هي هذاك الجورب ولا هذاك القشره شفتوها كيف دايره، سهله بسيطه تهنيك من المشكله. هذا الخيط هذا ماشي مشكله حيت حنا غادي نخشمو غير في الطقاش غير في الكرسي في رجل الكرسي. اذا ها هي يمكن لك تخشيه كما كيمكن لك تشدها كاليبره كاليبره والخيط راكو عارفين تخيطوا وسلام. المهم الى عجبتكم الفيديو ما تنساوش، بالنسبه للزوار الجدد مرحبا بهم، ما تنساوش تشاركوا معنا في القناه ديالنا، ومرحبا حتى بالمتتبعين القدام. شكرا لكم كاملين. هاي كتشد هكا صافي وكتخشيها في هذه، يمكن لك تقلبيها باش تجيك تدخلي هذوك الخيوط سهله. نقلبها هكا وندخل الخيط ونرجع نقلبها، هي ما عندها لا وجه لا ظهر كيف كيف الوجه. صافي كتدخلي هاد الخيوط هكايا كيما بغيتي. المهم خبيهم تحت، كنخبيهم تحت الخدمه. ها هي ندخل بحال هكا لا بغيتي. انا كنقول لكم هاي عندك الاختيار انتيا، يا بغيتي ديريهم بغيتي تخلي هاد الخيط هكايا هي هكايا ملوي وتخشي هكايا صافي، وغادي يجي في الرجل غادي يدخل هذه رجل الكرسي هكا كيدخل. ملي كيجرو الدراري حتى اللي كان عندك في البيت ديالهم الجيرفليكس، هذا غيحافظ لك على الجيرفليكس، ما يخليش الجيرفليكس يتشرط ويتقطع بالكرسي. الدراري كيجرو الكراسه بزاف. المهم الى عجبتكم الفيديو شاركوا في القناه مرحبا بكم، ديروا لايك باش تطلع الفيديو باش كتطلعوا كيشوفوها الناس بزاف. شكرا لكم، الى الملتقى في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.